السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم النهاردة بحلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة، وعامل لكم مفاجأة حلوة النهاردة. ومعانا الدكتورة نفيسة ومعانا الأستاذة نشوة. مرحب بك أستاذة نشوة. مرحب بكم، مرحب بكل مشاهدي برنامج نكهة خاصة، وان شاء الله تستمتعوا معانا ليله بالاطباق الشهيه بتاعتنا. ومعانا كمان الدكتوره نفيسه اخصائيه التغذيه. مرحب بك يا دكتوره. مرحب بك شيف محمد، ومساء الخير على كل مشاهدينا في برنامجكم نكهه خاصه. ان شاء الله الليله معانا حاجات جديده، ولانكم بنكهه خاصه مع الاستاذه نشوه، ان شاء الله تستفيدوا مننا واحنا ذاتنا نستفيد منها انا وشيف محمد ان شاء الله. ان شاء الله معانا طبعا الاستاذه نشوه النهارده هتعمل لنا اطباق عن الرجيم. احنا طبعا ضاغطين اليومين دول على الرجيم قوي، وعايزين برضه الناس تتعود شويه على رمضان شويه تجهز نفسها خلاص للصيام. فهنعمل طبقين سلطه، سلطه الجزر، وهنعمل مع بعض سلطه المكرونه بالمرتديلا، وهنعمل سمك فرايد، وهنعمل مع بعض حلو الكوكو بوبس. احنا اول طبق طبعا يا استاذه نشوى هتعمل لنا طبق الجزر، احنا هناكل من ايديكي طبعا ان شاء الله. تمام، هنشوف مع بعض مكونات سلطه الجزر ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه عشان نعمل مع بعض سلطه الجزر مع الاستاذه نشوى. اتفضلي بقى، ده النهارده يومك والنار معاكي والجزر معاكي، وتعمل لنا طبق سلطه حلو ان شاء الله. اول حاجه عندنا هتكون الجزر مبشور، هستعمل زيت زيتون حوالي معلقتين. طبعا زيت الزيتون دكتوره صحي، ما هنكتر برضو من الزيوت الصحيه، فيها كميه بسيطه الياقه المفيده لنا الجسم وصحه القلب. أنا هنزل بالجزر وهخليه بس يدبل شوية، يعني ما يتحمر، بس مجرد ما يدبل خلاص. نشوف زي ما عارفين الجزر ذاته من الفوائد الصحية بتاعته، أيوة. وعنده فوائد صحية، بيحتوي على فيتامين ألف، وبيحتوي على بيتا كاروتين. بيتا كاروتين من الفيتامينات المفيدة لنا للشعر وللبشرة، والفيتامين ألف برضه مفيد لنا للنظر. ودائما احنا بنوصي انه الناس ان هي تاخده بقشره، يعني القشر، لانه جميع المواد الغذائية متوفرة لنا في القشر، في القشر حقه. حتى انا ما هخليه وما هعرضه لنار كثير عشان ما يفقد القيمة الغذائية بتاعته. اول مجرد ما يدبل معي هقوم اطلع طوال. برضه للناس اللي بيعانوا من مشاكل الامعاء ومشاكل المعدة والنصران، بيحفز انه هم ياخذوا الجزر ما مستوي، يكون ني، لانه بيسهل لنا انه يتهضم احسن من الجزر المطبوخ والمسلوق. زي ما شايفين هسه بدا يدبل معي شويه. برضه هنا هي وجبه جميله للاطفال، يعني الاطفال بيحبوا الحياه اللي فيها الوان كثيره. يمكن يكون لون الجزر لون جاذب للاطفال. الاطفال صح. ممكن نعمله، وبعدين ما بتاخذ وقت تحضيره، ما بياخذ وقت، يعني ممكن الستات الشغالات اول ما يرجع ما بياخذ منها وقت كثير، يعني ممكن يحضروها للغدا، يكون مثلا يدرجها يوميا يعني في الصينيه بتاعتهم. في الصينيه بتاعتهم. من السلطات السهله كمان اللي ممكن تتعمل بطريقه سريعه. ايوه ما بتاخذ زمن كثير معي. زي ما شايفين معي خلاص قرب، نزل ثاني بس دقيقتين. برضو الجزر الحياة اللي بيحتويها برضو الشيخ محمد وسلم مش بيحتوينا برضو على البوتاسيوم المفيد لنا برضو لصحة القلب، وبالناس اللي عندهم الضغط انه هو بيخفض لنا الضغط.
وبرضو الجزر من الفواكه الخضروات المفيدة جدا للناس اللي دائما بيعانوا من النسيان، او حتى من الناس مش اللي بيعانوا من النسيان، لان كلنا في الناس اللي دائما في الفترة الأخيرة دي الناس بقت تعاني انها هي نسيت مشاغل الحياة بقت كثيرة وكذا، تقوي الذاكرة. الجزر من الحياة برضو بتقوي لنا الذاكرة، الناس احنا الناس تاخذه كعصير جزر او كأنه في السلطة بتاعتنا ندخله حاجات فريش احسن من الذاكرة. بتدبليه بس يا استاذه نشوى، بيكون دبلان شويه بس دبلان شوية ما بيستوي شديد. ما بيستوي شديد حتى كل حاجه يكون الطعم بتاعه شويه يكون بقرش كده، ما يكون مستوي شديد، ما يكون بيديه طعم حلو. هاي كده شفتها هجيب الكولا كده زي ما شايفين معانا بقى خلاص. طبعا مكوناتها بسيطة جدا، موجودة في أي بيت سوداني. تطعيم طبعا هو سخن يشربه سريع. فعندي هنا هنخد فلفل أسود شوية، ممكن الناس اللي ما بتحب يعني تحس إنه شوية حران عليها ما تخد منه. اختياري تمام. الملح عندها ناخذ برضه ثوم، برضه الثوم اختياري يعني في ناس تقيل عدم التحب، لكن بس هو بدي نكهه ممكن نعمل حاجه بسيطه شديده. الثوم برضه من الحاجات المفيده جدا لصحه القلب، منه الجزر حيكون مفيد لهم. برضه الثوم هنقول لهم انه يستخدموا لكن منه كميه بسيطه يعني الناس اللي بتعاني من مشاكل امعاء انه هم ما يستخدموا. وبتكسر برضه الحده بتاعت السكر اللي موجود في الجزر فبتبتدي تديها طعم مختلف شويه. ننزل طبعا بنحب السلطات مالحه يعني مالحه بتكون مسكره. هلا هنحط الزبادي معاه ونبدا ندمج المكونات كلها مع بعض. سلطه برضه مفيده جدا للاطفال يا دكتور، يعني لو انت حبيتيهم أيوة. فيها وقدروا ياكلوها مع الزبادي بدل ما بتدوا له الزبادي ساده ممكن تضيفي له الجزر بيدي له قيمه غذائيه اعلى. من الجزء برضه من زي ما هي زي ما قلتوا انتوا هي الاكل بتاعت رجيم الزبادي من الحاجات اللي بتساعدنا على ان تساعدنا في عمليه الخض، والجزر برضه لانه بيحتوي لنا على الالياف بيساعدنا برضه على انه احساس الشبع. ليمون شويه عصير ليمون تمام. برضه اختيار عصير ليمون في ما بحبه الحاجه الحادقه بتديها اللذعه بتاعت الحموضه بتاعت الليمون بس بتديها طعم حلو. طعم حلو والزبادي ما بيديها حموضة برضه، الليمون بيزيد اللسعة شوية بتاعتها طعمها أحلى يعني. ممكن نحط لها سكر؟ لا الجزر أصلا هو فيه سكر يعني بالنسبة بتاع السكر دي طبعا بنحطها في سلطة الكولسلو لأن هي الناس متعودة عليها طعمها مسكر يعني. طيب معانا الأستاذة أميرة. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلين يا أستاذة أميرة. أهلا الحمد لله. الله يخليك تسلمي يا رب. الله يبارك فيك. بحاول طوالي لكن ما حاضر الحمد لله لأنها احنا حالفنا الحظ النهارده نسمع صوتك بس سعيدين بيك يا اميره نسمع صوتك. ايوه عايز بسال من الهناك كريم يعني بتكون عم بتعرف كده لكن ما طريقه الكريمه بالظبط بتكون بعمل اخذ جهات وهذه كريمه الطهي ولا كريمه الحلويات؟ الحلويات. عاوزه تستعمليها للتورته؟ اه حاضر. انت عاوزه تعمليها ايه يعني تصنعيها في البيت ولا عاوزه تتدرب ازاي وبتتعمل ازاي؟ اعرف انها بتتصنع في البيت. طيب دي بتحتاج لبن فريش بيتضرب بطريقه معينه على تلج، يعني بتعملي له حمام ميه بتاع تلج بتفضلي تضربي فيه شويه 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 وبتضيفي له شويه لبن بودره عشان يتمسك معاكي شويه، يعني كوبايه الحليب بتحط عليها معلقه لبن بودره ومعلقه سكر بودره تضربيهم على النار 5 دقائق بس على حمام ميه سخن، بعدين تاخديهم على طول على حمام ميه بارده، يعني بتكوني عامله ميه سخنه زي اللي احنا بنعملها للكريم كراميل كده تضربيها فيها شويه تحس انها اتمسكت معاكي، بعد كده تطلعيها بره في نفس الحوض في تلج تضربيه برضه بالمضرب كتير كميه كده زي مثلا 10 دقائق وبعد كده تشيليها تحطيها في الثلاجه تطلعيها تديها ضربه تاني 10 دقائق وتدخليها تاني الثلاجه، بتتعمل على مرحلتين عشان تزيد معاكي الكميه وتعمل الفوم اللي احنا بنشوفه في الكريمه ده. وان شاء الله يوم انا اعملها لكم برضه ان شاء الله في الحلقه عشان تشوفيها ازاي. تمام ان شاء الله. الله يخليك. عادي وبقدر الوصفه بتاع بلح الشام بلح الشام
وصفه يعني. حاضر، كل الحاجات دي هنعملها لك. حاضر ان شاء الله يا ام اميره. شكرا لك على اتصالك يا ام اميره. كده خلاص وصلنا لاخر مرحله، مرحله التقديم. دي حاجه اختياريه يعني انت وزوجك. الديكور والزوج. الديكور والزوج كل زوج بيختلف طبعا. بس هو دايما بنحاول نحط الحاجات المتناسقه مع الطبق نفسه، يعني ما ينفعش نحط حاجه مختلفه تغير الطعم. اكيد طبعا. فكويس ان حضرتك عامله له الجزر برضه بيديله شكل حلو. صح. كده الشكل النهائي عندنا. برضه الجزر من الخضروات اللي بتحتوي لنا على الحديد، برضه للناس اللي بيعانوا من الانيميا بنقول لهم برضه بنوصيهم بالجزر. تمام. كده نكون خلصنا اول طبق معانا سلطه، وزي ما شايفين ما اخذ وقت معانا كثير، ومكوناته كلها سهله سريعه. ما شاء الله. انت ست بيت مهره ما شاء الله. تسلم. الله يخليك. احنا دلوقتي هنعمل معاكي ثاني طبق السلطه برضه عشان نعمل السلطات الاول ما تاخدش معانا وقت. هناخد مع بعض سلطه المكرونه بالمرتديلا، هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مرة تانية، والأستاذة نشوى هتحضر لنا تاني طبق سلطة. احنا ناكل سلطات النهاردة ما شاء الله، يعني فتحة للشهية طبعا السلطة. بننصح الناس كلها انها تبتدي الأكل دايما بالسلطة بتاعتها، أكيد وفيها كمية من الفيتامينات طبعا والألوان. وأنا دايما برشح إن الحاجات كتيرة لما بتكون عاملة ميكس السلطة كتير وفي ألوان وفي مكونات كتيرة بتدي تشجيع أكتر إن الواحد ياكل منها كمية مناسبة. طبعا إن هي سلطة ممكن ياكل فيها أكبر كمية، ما تخاف إن هو ياكل كمية كتيرة، وإن هي نعتمد على الألوان أكتر. حاجة الفلفلية يعني جميع الوان الاحمر والاصفر بتوفر دلوقتي طبعا حاجه تشجيعيه. فهنقطعها شرايح رفيعه. اساعدك انا فيها. دايما انا اساعدك فيها وانت حضرتك كملي بقيه الاصناف. استاذنك. قطعتها شرايح بس. شرايح. زي المكرونه يعني حسب شكل المكرونه انت بتعمليها بيها. تمام. طبعا شيف محمد يعني التقطيع على حسب الخبره. اكيد طبعا. احنا نشوتنا برضه بنعرف نقطع لكن على حسب الخبره. طبعا عشان التعود والمهنه طبعا ست البيت غير الشيف اللي بيشتغل، فعشان كده حتى ممكن تتعلمها يعني. ممكن تتعلمها ما مشكله، ما حاجه صعبه. كده كويس؟ ايوه. طالب واحده صفراء واحده خضراء. تعملي بقى في الوان جميله، هي الاحمر والاصفر معاكي. الالوان بتدي حلو للاكل كمان يعني، بتدي تخلي الناس وطعم. والفلفل يا دكتوره برضو زي ما حضرتك اتكلمت عنه كتير بالذات يعني في فيتامين سي صح، هو فيتامين سي بيحتوي على فيتامين سي الفلفل وفيتامين الف برضو من الخضروات الجميله. وبرضو زي ما انتم قلتي تمنك بتتكلمي عن الرجيم، احنا دايما بنقول للناس اللي حابين انه يعملوا رجيم ياخذوا دايما الحاجات اللي بتكون سخنه، الشطه الخضراء الفلفل الاخضر، هو بيساعد برضو على حرق الدهون. من اجمل السلطات طبعا السلطه تحت المارتديلا. المارتديلا نشوى دي كده مجموعه الفلفل المارتديلا. خيار برضو. خيار شرايح برضو. شرايح تمام. انا بساعدك في السلطه بس انا كلها في ايديك من النهايه. زي ما شايفين تمازيج الالوان بيعمل شكل رائع. شكل رائع طبعا. بشجع الاكل. بشجع يفتح النفس ذات الاحمر.
برضه المارسيديلا قبل كده الشيف محمد اللي عامل لنا كان هنا، واتمنى المشاهدين يكونوا كمان تعمل ازاي في البيت معنا. كمان عملناهم البيت. طبعا عشان الناس تعمل الحاجه الصحيه، تعمل الحاجه الصحيه، واحنا بنوصي برضه المشاهدين نقول لهم انه هم على حسب الحاجه اللي كان عمل الشيف محمد المارسيديلا هي دائما يتعودوا انه يعملوها في البيت ويستخدموها لاطفالهم، بتكون احسن من الحاجه ان هي بتكون جاهزه. اخر حاجه هنقطع المارسيديلا برضه شرايح برضه. هبدا نضيف البهار. يعني نشوف برضو الحين نقول لك انه الملح الحياة، برضو الملح من الحياة تزيد الوزن، هنقلل لهم برضو نقول لهم اختياري. حتى انا ملح بسيط. هنقول لكم برضو الملح اختياري، والحب انه هو ينزل وزنه انه تكون كمية الملح بسيطة. هنحط حبة من زيت من الليمون، شوية الزيتون، نضيف الزيتون. يعني في ناس ممكن تستبدل الملح بالزيتون لانه برضه فيه كميه بتاعت الملح. نعمل ميكس بيناتهم. بعد كده هضيف المكرونه. زي ما شايفين حتى المكرونه برضه الوان. طبعا كل الالوان. تقطعي الخضار برضه عليه. ايوه. يعني انت لو عامله المكرونه المكعبات الصغيره او الطويله او كده ممكن تقطعي الخضار نفس الشكل معاهم. تمام. فهذه دي كافيه، الزريعه كلها هيشبع يعني فيها كل المكونات، يعني فوق بروتين فوق كربوهيدرات فيها دهون، الحاجه اللي احنا كلها محتاجينها وفيتامينات، وجبه يعني تعتبر انها وجبه متكامله، وجبه مشبعه يعني. بص ناقصه ثاني كوبايه عصير. برضه السلطات الخفيفه في رمضان برضه ممكن. صح، السلطات اللي ما بتعطش كمان يعني، اي حاجه داخله فيها زبادي والحاجات دي والخيار وكده. الزبادي والخيار من الحاجات. صح. طب الصغير سلطه سهله وسريعه. سهله وسريعه، كل الحياه الليله سريعه. تالي كده اي ست ممكن تعمل السلطه دي بطريقه سريعه جدا وجاهزه، الناس بالذات اللي بتعاني من الوقت بتاع الشغل والتوقيت بتاع الغداء والعشاء والحاجات دي وجبه سريعه ممكن تعمل لوحدها يعني. طب احنا ممكن نبدل المارتديلا بحاجه ثانيه؟ ممكن تعمل على فكره باللحمه بالفراخ، تعمليها بالتونه، تعمليها بالخضار، بس مفيش مشكله كل الحاجات دي ممكن تتعمل بيها. تمام، يعني حتى للناس النباتيين يعني كل حاجه عندها طعم بقى، يعني حتى للناس النباتيين بنقول لهم انتم ممكن تعملوا السلطه دي من غير لحمه، من غير اي صنف بتاع لحمه. او الناس اللي في ناس برضه ما بحبوا المارديلا ممكن ينوعوها بالفراخ او باللحمه. معانا تليفون. الو، السلام عليكم استاذ انسام. عليكم السلام يا محمد، اهلين بيكي. كيف تمام؟ الحمد لله تمام والله. كيفك؟ كيفك انت؟ كيف اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تفضلي. كيف تمام؟ تمام الحمد لله. تفضلي. عايزه اعرف طريقه الكاتشب. الكاتشب؟ ايوه. حاضر. طيب شوفي انت في طريقتين انت ممكن تعملي بالصلصه. بصي وطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني، تمام؟ ايوه. طيب انت ممكن تعمليها بالصلصه، شفت الصلصه العاديه اللي انت بتعمليها من الطماطم بتقليها بتركزيها، تحطي كوبايه كاتشب، الكوبايه اللي هي بتاعت اللي انت هتعايري بيها الازازه بتاعتك، تحطي بيها صلصه طماطم معاها تلتها سكر وشويه خل صغيرين على النار، تطبخيهم كويس لحد ما تحس انها قصرت في الاخر خالص، وتحطي لها ربع معلقه ملح ليمون. تمام. شكرا لك. الله يخليك، تسلمي يا رب. شكرا لك على اتصالك. كده خلصنا تاني طبق عندنا ما شاء الله. انا بتكلم بس انت خلصت السلطه خلاص. انت خلاص السلطتين جاهزين عندنا ان شاء الله. زي ما شايفين هم خفاف وما بياخذوا اي وقت يعني. حتى مكوناتهم كلها موجوده في اي بيت يعني. تسلم علي، تسلم ايديك يا رب. تسلم ايديك والله، حاجه سريعه. طيب هنستأذنك بس نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا عشان نكمل بقى الطبق السخن. احنا عملنا السلطه خلاص ومنتظرينكم ثاني ان شاء الله عشان نعمل طبق السمك الفرايد. رجعنا لحضراتكم مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وزي ما شفنا الاطباق الجميله بتاعت السلطه الخفيفه اللي نبتدي بيها الوجبه بتاعتنا في اليوم تكون فاتحه للشهيه. بعد كده هنيجي للطبق الدسم او الطبق القوي السمك. لا حتى هو ما دسم برضه، الطبق بتاعنا برضه خفيف اللي هو اللي احنا بنعتمد عليه دايما يعني. اي برضه الطبق الاساسي خلاص. الطبق الاساسي. هنيجي دلوقتي نعمل مع بعض السمك بطريقه ظريفه، طريقه حلوه الاستاذه نشوى هتقدمه لنا النهارده مع تتبيله غير اللي احنا بنتعودين عليها، وهنشوف مع بعض مقادير السمك ونرجع مع بعض مره ثانيه.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في برنامجكم نكهه خاصه، وجينا للطبق الطبق الاساسي الليله معنا السمك. هاي استاذ نشوى نقدر تديله تحت السمك. في معلومه برضه عاوز اضيفها لاعزائي المشاهدين، ان دايما الناس بتعتقد ان السمك لما بيتغسل كتير بيبقى بيشيل الزفاره منه، دي معلومه خطا طبعا، ان كل ما انا بحطه في الميه فتره اطول بتزيد الزفاره بتاعته. فالمعلومه ان انت تغسليه ازاي تشيلي منه الزفاره عن طريق الملح الليمون الثوم الخل، حاجه بسيطه لو ما عندك كمان، يعني لو عندك الليمون افضل من الخل، بيديكي طعم حلو في السمك اول شيء، لان بيديكي نسبه حموضه انت عاوزاها في طعم السمك المقرمش، وفي نفس الوقت ما بتضيفي يعني نسبه الميه بتكون بسيطه جدا. يعني انت لما تقطعي السمك حاولي تغسليه وهو سليم، اما تقطعيه ما تغسلوش تاني، لان اللحم لما بيخش له ميه بتزيد نسبه الزفاره، وفي نفس الوقت بيكون لين معاكي ما مقرمش. بعدين حتى في التحمير بنلاحظ يا محمد انه ما بياخذ زمن كثير. هنا احنا حطينا يعني ملح، ملح وفلفل شمار وكزبره، وعليها كركم بسيطه. كركم بدينا طبعا لون جميل في التحمير، اصفر شويه اصفر. بدينا برضو انزال الوزن، بساعدنا برضو على انزال الوزن الكركم. عشان قلت لك النهارده عاملين على الرجيم فخلاص يعني. عندنا الثوم برضو، الثوم ده حي اساسيه في التتبيله بتاعت السمك. ناخذ شويه عصير الليمون، عصير الليمون زي ما قال شيف محمد انه يشيل الزفاره. اخلط الحياه كلها مع بعض. في ناس طبعا استاذه نشوى ما بيقدروا يتبلوا الحاجه، بيخافوا من كميه الملح والبهارات والحاجات دي، بتحطوها كتير على السمك مره واحده. لو انت ما بتقدري تظبطي الحاجه ديت، حاولي دايما تعملي التتبيله بره، وتاخدي منها على قد كميه السمك اللي انت بتعمليها، عشان ولا تكون كتير ولا تكون قليله، وفي نفس الوقت تكون انت حاسه بالطعم بتاعها من بره قبل ما تبتدي بيها. لكن احنا طبعا مع الممارسه بتلاقي نفسك انت لوحدك خلاص عرفتي ده كميات والحاجات دي وبتاع، مش لازم بالمعايير والمعلقه والحاجات دي. اكيد هو الممارسه ازاي بيكون بيقدر ان الحاجه دي كفايه ولا لا. هو دايما الاكل السخن دي حاجات ذوقيه بالذات في نسبه الاملاح والبهارات اللي بتتحط، لكن الحلويات طبعا بمعايير عشان تطلع معاكي مظبوطه في نفس المعيار. كده انتهينا من التتبيله بتاعتها. هنضيف بيض، ناخد بيضتين. تمام. البيض طبعا في التحمير. نخليه يكون متماسك يعني ما بفك مني في التحمير. تمام. وبيدي غشاء حوالين السمك، بيمسك الدي او الكورنفليكس او اي شيء انت عاوزه تعمليه بالبقسماط باي حاجه، بيمسك التتبيله اللي انت حطاها من بره، بيخليها ماسكه فيها، يعني بيكون زي طبق عزله زي البانيه بالظبط، بس احنا هنا بنعمله بطريقه مباشره على طول معاه. زي ما شفت انا هنسالك، هنقول لك الا البيض ممكن نستغنى عن لا ممكن تستغنى عن البيض، ممكن اللبن برضه بديل للناس اللي ما بياكلوا البيض ما بيحبوا البيض. ودي كمان معلومه ليها دكتوره، ان هم دايما بيقول لك ما ينفعش اللبن مع السمك او جبنه مع السمك. ممكن لا اي حاجه احنا نصحنا بيها كم مره يعني. اذا عندنا نوعين من التتبيله بتاعتنا، هنشيل اول حاجه السمك، نحطه في الدقيق اول، هرجعه تاني شويه بيمسك الدقيق بيعمل طبق، اعمل طبق عشان يدين الشكل المقرمش بتاعه. تمام. حتى نحطه تاني كورن فليكس. ممكن اشتغل بيدي شويه. لازم تكون متغطيه كلها، يعني غطيها كلها عشان شكلها بعدين يبقى جميل. وطبعا كل ما بتعمليه استاذه نشوى وتخليه شويه في الثلاجه بتمسك معاك التتبيله والبقسماط ده كويس جدا، او الكورن فليكس او الدقيق اي شكل انت عاوزاه. انا ممكن اقسي برضو اخليه مثلا ابهره جاهز كله من عدا الثوم، بس ما اخذ فيه الثوم وادخله الفريزر يكون جاهز، ما اجي استخدمه بس ايوه يطلع بيكون حتى الطعم بتاعه بيكون متشرب ماسك السمك كله يكون طعمه جميل. تمام. بجهزه في صنف من الاصناف دي كمان بيتعمل بنفس الطريقه بس بتعمليه في الفرن، يعني نفس الشكل ده ممكن تعمليه مش لازم يتقلي، في ناس صحيا ما بتاكل زيوت كتير فبتبتدي تدخليه بنفس الشكل ده الفرن بيطلع برضه يعني بنفس النتيجه. ما في اي تاثير. بس الشكل ده حلو للاطفال، يعني الاطفال عندهم اطفال ما بياكلوا الا بحبوا الحياه دايما المحمره كده يعني عصفورين بحجر زي ما بقول، انه حاجه مفيده وفي نفس الوقت انه نفس الحاجه اللي بيحبوها الاطفال يعني. صح. في صنف كمان امريكي اسمه كراستد سيدز، سيدز دي اللي هي طبعا الحبوب، احنا هنا طبعا متوفر عندنا في السودان السمسم والحبه الكمون الاسود او حبه البركه، فممكن بتعمليهم بنفس التتبيله دي وتعمليهم بالسمسم وحبه البركه مع بعض وتدخليهم برضو الفرن.
نفس السمك؟ اه صنف صحي جدا على فكره، بيبقى طعمه جميل جدا لما السمسم، احنا طبعا متعودين على اي حاجه فيها سمسم بيبقى طعمها مميز شويه. صح طبعا. فانت لما بتعمليه مع حبه البركه والسمسم بنفس التتبيله دي وتعمليه وتدخلي له حته السمنه او زبده، او ما تحطيش زيت نهائي ما فيش مشكله، وتدخليه الفرن، بيطلع معاكي صنف صحي زي السوتيه كده، واحنا بناكله من غير زيوت من غير اي دهون فيها. تمام. برضو اسال السمك، نقول لمشاهدينا انه السمك من الانواع بتاعت اللحوم اللي بيحتويين على كميه من البروتين ومن الدهون السهله الهضم، والحاجه الثانيه انه السمك برضو بيحتويين على اوميجا 3 زي ما عرفنا الفوائد حقت الاوميجا 3 في الذاكره، برضو من انواع اللحوم اللي بتساعدنا على عدم النسيان او تكون الذاكره بتاعتنا يعني سليمه. الحاجه الثانيه لصحه القلب، الدهون بتاعته ان هي بتساعدنا على صحه القلب، وبرضه بيساعدنا على الاوميجا 3 على انزال الكوليسترول السيء في الجسم وزياده الكوليسترول الجيد. الحاجه الثانيه برضه بيحتوي لنا على الاوميجا 3 برضه بتساعدنا على صحه الاعصاب والدماغ من الحاجات المفيده. وبرضه للناس اللي هم عندهم قاود بنوصيهم انه السمك ما ياخذوه بكميه كثيره، بيكون مرتين في الاسبوع. لكن الناس اللي عندهم مشاكل بتاعه القلب وناس السكري بنقول لهم والضغط انهم هم ياخذوه 4 مرات في الاسبوع. تمام، معلومه مفيده والله يا دكتوره. شكرا شكرا. كده قربنا نخلص الكميه بتاعتنا. تمام. انت اهم حاجه ان الزيت لازم يكون سخن. الزيت ممكن الناس اللي ما قادره برضو بالكورن فليكس ده طعمه حلو جدا زي ما قلنا للاطفال والكبار عموما الكبار برضو بيحبوه، لكن لو انت ما عندك في البيت ممكن تعملي بالبوكسومات العادي، تتبليه برضو شويه بهارات حلوه وبعدين تعمليه بنفس الطريقه دي، او بالدقيق برضو ممكن ازود للدقيق شويه بتاعت بهارات بهارات واعمل له بيكنج بودر. بيكنج بودر بيديه نفس الهشاشه بتاعت الدقيق، نفس الدقيق يعني تكون مره واحده بيديك الشكل بتاع المقرمش ده. طيب احنا اذا عملنا بالدقيق هتكون برضه مرتين هندخل في الدقيق ولا مره واحده؟ لا مره واحده بس. مره واحده. معانا الاستاذه زهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. اهلين بيك يا استاذه زهره. الحمد لله الله يسلمك. كيف يا استاذه زهره؟ كيف اخبارك؟ الحمد لله. استاذه نجمه انا احتلت المطبخ. استاذه اهلين اهلين. بس ايه رايك في الاكلات الجميله اللي هي بتعملها دي؟ لا لا ما شاء الله. الله يخليك تسلم، لازم تجربيها. طيب مثلا في فصل الصيف يعني كويسه جميله السلطات وخفيفه فعلا، اي حاجه خفيفه اللي ما دي الجو سخن شويه فحبه نكتر من السلطات يعني. فاتمنى انك تجربي السلطات حقت دي الليله ان شاء الله وتراسلينا على اطبخ وارسل ونشوف تجربتك معاها. والله انا في رمضان بعمل السلطه العمليه دي حقت الجزر، بعملها طوال في رمضان. كويس تمام، خفيفه جدا حلوه هي في رمضان. تسلم ان شاء الله. الله يخليك، تسلمي بالهنا ان شاء الله. شكرا لك استاذه زهرة على اتصالك. كده خلاص على وشك احنا انتهينا. تمام. عاد هنبدا. برضو نقول لمشاهدينا الاهميه بتاعت الكورن فليكس. الكورن فليكس برضو من الانواع اللي عندها اهميه، عندها وظائف مهمتها في اول شيء للناس اللي عندهم سكري، لان هي كميه بتاعت الياف تساعدنا على انزال السكري. الحاجه الثانيه المهمه في الفائده الكويسه في الكورن فليكس ان هي للناس اللي حابين انهم ينزلوا وزنهم، برضو بتحتوي على كميه بتاعت الياف. الكورن فليكس برضو بيحتوي لنا على فيتامين الف، ودي المهمين زي ما قلنا برضو للبصر. الكورن فليكس برضو للناس اللي بيعانون دائما من الامساك بيساعد لنا على حركه المعده وبيغنى من الامساك ويدينا احساس بالشبع. لازم نخلي الزيت بس شويه انه يسخن، كل ما كان الزيت سخن كل ما كان بيديني الشكل الاجمل بتاع السمك، بيطلع عليه مقرمش بيطلع حلو وما بيشرب زيت. في ناس بتخاف يقول لك لا ما عايزه اخذ زيت كثير عشان ما يشرب، بالعكس هو لما تكون زيت كثير وسخن ما بيشرب الزيت، بيطلع طوالي جميل. تمام. وكمان استاذه نشرة بنصحهم ان هم ساعات بينزلوا السمك في زيت بارد، احنا عاوزين الزيت يكون لازم سخن. يكون سخن الزيت لان السمك لو نزل في زيت بارد بيشرب زيت اول حاجه، ثاني حاجه اللحم بتاعه بتحس ان هو لين. صح. لانه شرب كميه زيت خلاص. عايزين طعينا مقرمش وجميل كده بيتمسك على طول اول ما ينزل زيت سخن. عملت تيست شويه كده. برضه زي ما انتم قلتوا انه هو ممكن يتطبخ بطريقتين للناس اللي بيعانوا من السكري وامراض القلب والضغط،
حابين فعلا انه هم ينزلوا وزنهم حنقول لهم دخلوه بالفرن بنفس الطريقه دي. قال لكم شيف محمد على وصح على حسب وصايا شيف محمد انه راح يبقى كويس بس ما يقوم يعملوه يا شيف محمد وما يطلع مقرمش. لا لا لو عملوه بنفس الطريقه دي وحطوه في صينيه ودخلوه الفرن الناس اللي ما بتحب الزيوت بتاعهم حيعمل برضه ان شاء الله. خلاص لنا سرجيم نعمل الناس الرجيم حتى الناس الصحيين لانه هم حبذوا انه يكون صحي بما انه الجو سخون والناس بقت انها ما بتعمل رياضه فإنه بنحبذ انه الناس تغير الطريقه بتاعت التحمير ان هي تتجه لطريقه الطبخ بالفرن احسن احسن الناس الرياضيين برضو بتهالي كويسين معاهم كويس برضو الصنف بنفس الطريقه دي صح. بس معلومه هي برضو انه الزيت ما بستخدمه مرتين لازم يكون مره واحده يعني لا الزيت مجرد ما تحول بتحول لنا اللي بعدك لتأكسد لنا بمادة زيت الأسماك بالذات بتاع الأسماك ما ينفع خالص مرة واحدة وخلاص وخلاص نغيره ما ينفع أعمل له إعادة تقرير ولا كده صح. كده ناخد شوية كمان ثاني طب انت بدأ يسخي معانا شوية كده طبعا اهم حاجه بس الاولاد والناس البيت يعني مبسوطين من الاصناف اللي انت بتعمليها دي. ايوه اكيد انت اخترتي تقريبا الاصناف احب اصناف بالنسبه لهم صح. انا اولادي بيحبوا الاسماك جدا يعني السمك حلو يعني تمام. برضو الاسماك من الحاجات من احنا بنتكلم من الحاجات اللي بتغول لنا الذاكره الاسماك من الحاجات اللي بتغول لنا الذاكره وبرضو من الحاجات الثانيه اللي بتغول لنا الذاكره عندنا برضو عصير التفاح وعصير البنجر وعندنا عصير العنب وبرضو السبانخ دي كلها من الحاجات اللي بتمنى انه الناس حتى هي كمان شربت عصير انها تاخذها تكون في يومها خلال يوم انها هي تاخذها. والحاجه الثانيه برضو بنوصي بها الناس بيصير بنوصي بها المكسرات هي الفستق واللوز والجوز انه لازم يكون خلال اليوم عندك كوبايه كوب بانك انت لازم تاخذه خلال اليوم. اول شيء بتاخذ اوميجا 3 اللي هي مفيده لنا لبناء الخلايا بتاعتنا وللاعصاب والمخ. والحاجه الثانيه برضو للذاكره شايفين بدا ياخذ اللون الذهبي فانا ما بخليه يتحمر كده السمك بيستوي اصلا بيستوي سريع ما بياخذ زمن لان الكورن فليكس اساسا واخد اللون برضه اللون والكركم ايوه زاد شويه فالكركم شكله جميل يعني حتى اللون بتاعه جميل وجذاب. هو السمك بطبيعته كمان اساسا انه هو بيستوي من اسرع الحاجات اللي بتستوي في النار يعني ما بتستحمل سوا زي ما قلنا تاني بنقول انه السمك مع الجبن او مع الزبادي ما بيعمل حاله بتاع التسمم صحح المفاهيم بتاعتنا صحح المفاهيم صح في كم طريقة طبعا للسمك حتى السمك الفيليه أنواع برضه فلو كان مثلا جبناه قطعة سميكة أنا ما بحبز إنه الناس تقطعه بالسمكة بتاعته بياخد وقت في التحمير وشوية بيطلع ما مستوي فيا حبذا يقوم يقسموه النص بعد ذاك أقطعه شرايح يعني. شرايح صغيرة ممكن أغير برضه ما أعرف ممكن أقطع مربعات مكعبات ممكن أعمل كفتة يعني كذا حاجة ممكن أستخدمها كذا طريقة ممكن الناس تعملها كذا طريقة. طب يا استاذه نشوى احنا عندنا طبعا صفحه اسمها اطبخ وارسل دايما بنذيع لاعزائنا المشاهدين لما بيرسلونا فيها بنشوف الاطباق بتاعتهم اللي عملوها ودايما بيعملوا الاطباق على فكره اللي احنا بنعملها واحسن مننا كمان احسن من شيف محمد أفضل يعني كمان احيانا طبعا الدكتور نفيس على طول بتقول الكلمه دي هنشوف مع بعض الصفحه اطبخ وارسل ونرجع مع بعض مره ثانيه. معانا الاستاذه الاء عملت الكبده شايفه ما شاء الله بصي المستوى ما شاء الله جميل يعني كتسويه كلون كديكور بداوا يهتموا بحاجات كتيره ايوه كله بفضلك طبعا يعني لا لا فضل الله طبعا عز وجل. معانا ام شهد كيكه الشوكولاته ما شاء الله جميله برضو الصوص شكله حلو جدا عليه صح تسلم ايديكي. ريمو بسبوسه بسبوسه ما شاء الله جميله شايفه لمعه السكر كمان لمعه السكر والاستواء بتاعها برضو يا شيف ما شاء الله جميل ما شاء الله تسلم ايديكي يا استاذ ريمو وانه رمضان جاي يا شيف لازم الناس تظبط الحلويات عالم كتير ان شاء الله اهم حاجه برضو فيكي عملت لنا خليه النحي فيكي ما شاء الله مواكبه معانا طبعا من اصدقاء البرنامج كل اللي بيبعتوا لنا ما شاء الله يعني متواصلين معانا دايما بيطبقوا وبيبعتوا على طول اهم حاجه حبك تبارك يا شيخ خليه النحل بس احنا عاوزينها طبعا يعني معلومه بس نفيدك فيها احنا ما بنقول على حاجه بس اللون بتاع الصينيه دايما تلف الصينيه لو الفرن مش مظبوط يعني انت خولي الصينيه بتلف دايما في الفرن لو في عندك جانب من الفرن ما مظبوط عشان الجانب كله يطلع احمر شويه والجانب ابيض فلما بتلفيها بيطلع كله لون واحد معانا الاستاذه مواهب كستر بالكاكاو كستر بالكاكاو ما شاء الله تسلم ايديكي بايك شفت اللمعه والشوكولاته الفرماسيل ما شاء الله ابدعوا على راي الدكتور نفيس احسن من الشيف محمد ذاته طيب. يا شيف ما تزعل انت من الكلام احنا لازم نزعل لازم نقولك بالعكس لازم نشجعهم صح لا والله انا عايز الحياه تتنفذ وتكون طبعا انا مبسوط ان هم انا دايما عاوزهم يكونوا احسن مني كمان التلميذ دايما بيتفوق على استاذه فلازم يعني
برضه لازم الشيف يكون ان هم حتى في الحياه الغذائيه لازم يطبقوها. طبعا طبعا صح؟ لازم الناحيه الغذائيه اهم أهم, أهم, من الأكل. اهم الشيف محمد كمان. طيب نستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين في خاصة الليلة مع اطباق نشوة. ما شاء الله السلطات والسمك خلاص استوى صارت ما يتحمر، نكون جهزنا الصبق الطول بتاع التقديم. التقديم طيب تمام. طبعا دائما السائق بيحب حياتكم باللون الاخضر معه يعني تمام، وبالذات الجرجير المذكور. اهم حاجة انه هو زي ما هو فوق بروتين احنا نشيل الفيتامينات والمعادن من الخضار اللي احنا بنستخدمه. طبعا جرجير، الخس، الليمون اساسيات طبعا مع السمك لازم نقدمها معاه. صح. دايما بنحبذ نشجع الناس انه هم اهم حاجه الديكور عشان الناس البيت تشجعوا شويه، بس البيت يشجعوا انه هم ياكلوا ويفتح النفس. نجيب لك هنا زي ما شايفين واخده اللون الذهبي وما شارب زيت، ما فيها اي زيت ماشي. برضه من الحاجات اللي بتساعدنا على نقوي لنا الذاكره الشاي الاخضر. برضه بنوصي لاعزائنا المشاهدين انه الشاي الاخضر يكون خلال اليوم بدل الشاي الاحمر. احنا من الناس اللي بيشربوا كميه بتاع الشاي الاحمر انه هم يبدلوه بالشاي الاخضر. كل ما تشرب حتى ثلاثة كاسات خلال اليوم صحه لقلبك وصحه للناس اللي بيعانوا من الكوليسترول وبالناس اللي حابين انهم ينزلوا وزنهم ثاني، برضه بتقوي لنا الذاكره. ده اخر مرحله خلاص. شايفين الالوان جميله مع بعض كلها. راح شكله جميل. شكله اهم حاجه انه هو عاوز تغدي؟ عاوز اتغدى. اهم حاجه انه هو ما شارب زيت. اي طالع مقرمش وطعمه حلو. طعمه ان شاء الله. وطبعا كل ما بيكون بارد في الثلاجه زي ما احنا اتفقنا بتحطيه شويه في الثلاجه ما بيشرب معاكي زيت، لان البروده مع السخونيه اللي انت بتنزليها فيها في الزيت بتقفل المسام على طول. حتى ما بيشرب حتى طلعناه وتلج طوالي قمنا حمرناه ما في اي مشكله. معانا ام محمد من عبره. الو الو السلام عليكم. اهلين بيك يا ام محمد. الله يسلمك. الله يخليك، تسلمي يا رب. الله يبارك فيك. اتفضلي. بدل من اصابع زينب. اصابع زينب؟ انت ما حضرتيش الحلقه من كام يوم ولا ايه يا محمد؟ انا قلت عليك متابعانا وما بتسيبيش حلقه. لا انا حضرتها لكن جربتها وعملتها في المقدار كوبايتين بتاعت مويه طلعت معايا لينا.
لا انت ما تعمليها، انت بتدي بكوبايه ونص. احنا لما يوميها عملنا قلنا عشان نسبه الدقيق ما تشرب معاك كتير، في نوع من الدقيق بيشرب الميه وفي نوع لا. بس انت اهم حاجه تعملي السمنه او الزيت اللي انت بتشتغلي بيه تدعكيه كويس في الدقيق عشان ما يشربش معاك كميه ميه كتير، تمام؟ يعني انت حطي فنجان ونص الاول، بعد كده حسيت العجينه لينه شويه معاكي او محتاجه ميه ممكن تضيفي لها معلقه معلقتين، مفيش مشكله. كويس. يلا الخميره لما انا اكبها بخلي الدقيق يعني بتخليه ايه؟ لما انا اكب الخميره بخلي الدقيق يخمر ولا لا؟ انت لا ما بتشتغليش بيها طوالي، بتسيبيها زي 10 دقائق بعد كده تعمليها بالشكل اللي انت بتعملي بيه، اذا كان بقى على المصفى على المبشره على كرتون على اي حاجه انت بتحبيها تعمليها بيها، وتسيبيها برضو تخمر بره زي 10 دقايق عشان هي لما بتنزل الزيت بتفور تاني معاكي، بتفتح المسام شويه. كويس. طيب يعني انت سيبي العجينه ترتاح زي 10 دقايق بعد كده بتبتدي تشتغلي بيها، تمام؟ طيب شكرا لك. الله يخليك يا محمد. شكرا لك يا ام محمد. زي ما شايفين طبقنا خلصت اليوم ما شاء الله. والله احنا كده هنقعد نتغدى بقى انا والدكتوره نفيسه بالهنا، بس عاوزين حلو قبل ما نقعد. لازم اهم حاجه اخر حاجه عندنا حلو ان شاء الله. طيب احنا هنعمل مع بعض حلو ظريف جدا للكبار وللصغار، هنعمل مع بعض كيك بوكس. احنا هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وهنعمل مع بعض الكيك بوكس دلوقتي على طريقه حلوه ظريفه سهله برضو. سهلة الاكل النهارده لو لاحظتوا كله سهل سهل جدا. هنجيب الكيك الجاهز. حتى لو عملت كيك في البيت وباقي منه بواقي او كده ممكن برضو استخدم المقرمي هستخدمه، بس لازم افتفت الكيك كله، لازم يكون عايزاه يكون ناعم ما فيه اي يعني بواقي الكيك اللي ممكن ممكن بواقي الكيك او الجاتوهات تعملي بقى بواقي الكيك تفضل لك ساعتين عشان نضحك على بعض في البيت عشان اصلا ما تاخدش بالك من التدوير. ايوه ما عايزها بايته اكل لك بطريقه ثانيه بطريقه ثانيه على فكره بحبها الاطفال جدا يعني. طبعا من الحاجات والالوان كمان زي ما اتفقنا، الالوان الشباب بالذات الصغيرين والاطفال بيحبوا الحاجات اللي فيها الوان كتيره، في الوان كتيره، فانا ممكن اضحك عليهم بحاجه صغيره زي ديت وفي نفس الوقت بديها لهم بطريقه ظريفه يعني احسن ما يجيبوا حاجه ثانيه مالهاش لازمه وبياكلوها. ايوه الكيك برضه فيه فوائد للاطفال يعني حلو، بدأ الحلويات وفي قيمه غذائيه عاليه بروتين مدينهم زياده عن 30 نوع كيك بتعمل في البيت. أيوة. فما محتاجين كيك، احنا بنعمل الكيك برضو في البيت هم محتاجين اللبن المكثف على فكره برضو احنا علمناهم ازاي يعملوه في البيت، خلاص كل حاجه متوفره في البيت هنذكرهم بيه تاني. يعني هي اللبن المكثف لما تيجي تعمليه في البيت بتعملي كوبايه لبن، كوبايه ميه سخنه، كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، بتقلبي السكر واللبن مع بعض وتضيفي لهم الميه السخنه وتقلبيهم شويه بتطلع معاكي اللبن المكثف. يلا كده شايفين ما فيه اي حاجه، هم بنزل الحقيقه بنزل باللبن المكثف بعد ما تفتفتي الكيك. افتفتك في معيار معين ولا لا؟ حسب الكميه بتاعتك تحت الكيك انت بقى بتشيلي وبتعجني بعدك. شوفي حسب الكميه احسن ناجن باليد. ممكن برضو اضيف كريمه يعني، بس ما بحب اشيلها لانها بتكون شويه بتضيف السعرات الحراريه. السعرات الحراريه ما احنا خلاص احنا اعتبرنا دي للاطفال، فممكن احنا اول الناس اللي حابين انهم يزيدوا وزنهم دي احنا نعملها من الناس القديم. وبقوم بعجي لحد ما تتماسك معاي اقدر اعملها مكويره.
طبعا الحلو فيها انه ممكن اخلي الاطفال يساعدوني فيها في البيت، انه اقول لهم تعالوا هاي اشغلهم بها شويه. من دي من الحاجات الظريفه اللي ممكن فعلا تشجع الاطفال انه حاجه بيحب ياكلها، بيحب ياكلها. حتى التزيين اختيار الالوان الشوكولاته اي خلي طبعا ممكن نشتغل شغل ده وما بناكل ما بتاكل، لكن الصغار صح انه زول دائما بيشتغل هو ما بي ما بي زي الناس اللي بيشتغلوا اصلا. خدتها لها شويه بتخليها لينه شويه زي العجين، لينه زي العجين. طبعا لو لاحظتوا الاستاذه نشوى بتنزل شويه شويه دايما في اي معيار في عجينه بتعملي حاجه بالذات في يكون فيها حاجات جاهزه انت تكون عاملاها زي الكيك النهارده بتضيفي شويه شويه عشان ما تطلع معاكي لينه من اول، لان لو لانت طبعا لازم هتضيفي تاني كيك، لو ما عندك هتبقى مشكله طبعا. فهي كده ممكن اضيف كل شويه لا نصب هي باقي كيك زي ما اتفقنا صح؟ ايوه يلا كده هبتدي تاني اشيل كده كويسه معايا بعد هبدا شنو اقوي فيها اعملها كور. في لو ما عايزين برضو كور ممكن اقطعها بالقطاعات اقطعها مربعات اشكال مثلثات حسب الحياة هم بيحبوها الحياة متوفره، لكن دائما شكل البول ده بيعجب الاطفال اكثر يعني صح. او في القوالب تحت السلك والجاهزه اللي فيها شكل حيوانات بطه هي زي ممكن برضو انا اخدها فيها وادخل الفريزر اخليها 10 دقائق واطلعها بتطلع معي عادي يعني. والحاجات دي بقت متوفره دلوقتي في اي حاجه متوفره، اي حاجه بقت متوفره بس انه زول انه ينوع في طريقه الحاجه يعني في قوالب دلوقتي ما تتعدى ثمنها 15 20 جنيه اي حاجه بقت حاجات كتيره جدا ماركت بوكس فورم للشوكولاته بتعملي فيها فورم كيك كب كيك اي حاجه انت ممكن تعمليها بنفس لعب الاشكال الاطفال دي بيلعبوا بيها اكتر فبتبقى حاجه يعني بالنسبه لهم حتى ممكن تعودي الطفل ان هو يعملها لوحده يعملها مقادير بسيطه بالكوبايه بتاعته الصغيره بتاعت اللعب دي ممكن يعملها بيها على فكره بكون مبسوطين جدا انه هو ساعد في حاجه انه هو مبسوط انه عمل حاجه وبدا بريح راسه كده انا عملته ممكن هو يعمل وياكل كل يعمل وياكل الناس بكون مشجعين انه الاطفال ما بحبوا ياكلوا ممكن هو يعمل وياكل طوالي كده عملنا كور تمام كده تمام يلا هنيجي نغز نحط فيها العيدان بمسك العود بعمل اول في الشوكولاته عشان يثبت معي زي ما شايفه الشوكولاته بالذات عشان طبعا هي بعد ما بتكون يعني انت تدخليها الثلاجه بتبرد لو انت ما عملت لها الشوكولاته دي في البدايه ما بتتمسك معاك يعني ممكن تلاقيها وقعت لوحدها لان الشوكولاته بتديها بروده من جوه بتمسك الكيك يعني اول حاجه قبل ما تدخل نعمل لها قبل ما تعملي الشكل اللي انت عاوزاه خارجا بتعمليه في التوسبيكس او الخشبه بتاعتك او اي نوع انت حاجه بتشك فيها حتى لو شوكه اسهل الامور بتعمليها برده بالشوكه في الشوكولاته الاول بعد كده تنزليها فيها لحد ما اخلصهم كلهم طبعا بعد ما انتهي لازم ادخل الثلاجه حكايه 10 دقائق عشان الكيك يتماسك امسك مع الشوكولاته تبقى الشوكولاته سخنه والكيك بارد الكيك بارد برضه الشوكولاته زي برضه من الحاجات اللي هي بتساعدنا على انه نحافظ على الذاكره بتاعتنا سليمه والشوكولاته برضه بما انه فصل الصيف دخل علينا انه الشوكولاته من الانواع ان هي الناس اللي بيكونوا زهجانين ومكتئبين جاء عندهم حاله بتاعت الاكتئاب ان هم برضه متوصلين ان هم ياخذوها حتى كان يعني شوكولاته خلال اليوم دي الشوكولاته اداتنا برضه من الحاجات المفيده. طيب يلا هسه ممكن عشان على الهواء ممكن نشتغلها طوالي لازم نغطسها يلا لما تكون بارده الشوكولاته بتجمد معي طوالي بتاخذ مني وقت اللي هي الكيك نفسه بيكون بارد بيمسك الشوكولاته وبعد كده خلاص ما بشيل زياده حتى اي لون انت حابه ممكن الاطفال شوكولاته بيضاء والونه في شوكولاته جاهزه ملونه يعني اللون على حسب الاختياري حسب ممكن نعملها كم لون صح؟ كم لون اكيد كم لون بتكون احلى علمناهم ازاي يعملوا الشوكولاته في البيت عملنا مشكله كبيره قوي انت ما قصرت مع الناس لا بالعكس يا شايفين انت كده ساعات الناس لانه هم يمشوا برا تكون حاجه جوا البيت بتكون متوفره كمان حاجه بيكونوا مرتاحين ليها مرتاحين مضمونه بشكل كويس يعني ده مكون بسيط ممكن تعمل الكيك في البيت اللبن المكثف في البيت الشوكولاته بتعملها في البيت باي شكل بقى انت ممكن تلوني بيها صح ممكن حتى التزيين بالحاجه اللي انت بتحبيها والاطفال بيحبوها يعني ما حاجه معينه برضه من الانواع العصائر اللي بتساعدنا على انزال الوزن بنقول للناس انهم هم ياخذوها الكركديه من العصائر اللي ممكن تكون جميله متوفره لنا هنا في السودان انه بيساعدنا على انزال الوزن الكركديه لانه ما بيحتوي لنا على سعرات حراريه عاليه بيساعدنا على انزال الوزن الكركديه برضه بيساعدنا على خفض الضغط اذا شربناه للناس دائما بيعانوا لنا من اللي عندهم ضغط انه هم يشربوا خلال اليوم كوبايه كوبايتين خلال اليوم بطريقه منتظمه الكركديه برضه بيساعدنا على
غير انه انزال الضغط لصحه القلب لانه بينزل لنا الكوليسترول السيء وبيخلينا بيساعد لنا على ارتفاع الكوليسترول الجيد. الكركديه برضه بيحتوي لنا على فيتامين الف على البوتاسيوم وبيحتوي لنا برضه على الحديد للناس اللي بيعانوا من الانيميا. انا هنا هزين بعينه السكر شكل فلور. تمام. هزينه برضه ممكن ننوع فيها. هزينه ممكن ننوع فيها باي حاجه احنا عايزينها، ممكن ادخل لونين من الشوكولاته. ايوه. فيها. الحلويات. تمام. مكسرات اي حاجه انا عايزاها. وادخل الثلاجه بعد كده انها تبرد. احنا اصلا زي ما شايفين شكل جميل جدا. بسيط. السكر بسيط. عندنا واحده احنا محضرينها. شكلها بعد طبعا. ما ايوه بعد ما جمدت. نبدا الرز فيها. تنفع برضه يكون عندك مناسبة، يكون في عيد ميلاد، مناسبة خاصة لك، ممكن برضه تعمليها ميلاد. ممكن تعمليها بعدين بسيطة و... بسيطة وسريعة. حياتي مكلفة. صراحة حاجة جميلة، حتى الشوكولاتة البنفسجية. نوعت الألوان. أيوة. أيوة نوعت في أنواع الشوكولاتة. زي ما أنت قلت الألوان بتجذب النوم أكثر من النوم ما ياخذوها. ممكن نشوف القيمة الغذائية بتاعتنا. نمشي نشوف القيمة الغذائية ونرجع لكم تاني. رجعنا لحضراتكم مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. وزي ما شفنا حلقه النهارده كانت مميزه مع ست البيت الشاطره الاستاذه نشوى، عملت لنا شكل حلو جدا للسلطات، قيمه غذائيه زي ما الدكتوره نفيسه طبعا كملت الطبق الجميل وطبق حلو ظريف خفيف، طبق سمك. وكل فتره كده ان شاء الله الهويات اللي موجودين معانا وبيبعتوا لنا ممكن نستضيف كل واحده كل فتره تشارك وتحس معانا بروح المطبخ الحلو، ونشارك اعزائنا المشاهدين بالاطباق الجميله الخفيفه الصحيه حياة. السهله كمان سهله من حياه بسيطه في البيت ممكن تكون طبعا كل المكونات متوفره. وكنا سعيدين جدا مع حضرتك والله النهارده استاذه نشوى، اطباق خفيفه وصحيه، وانا النهارده هتغدى مع حضرتك طبعا. ان شاء الله. سعيده برضو سعيده بكم وثاني مشاهدينا، ومجربوا الوصفات حقت الليله كلها واستمتعوا بها ان شاء الله. في الختام بنقول لهم في امان الله. مع السلامه.